يا هلا فيكم في ترند. أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الأخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف، فشكرا لكم ولعطائكم. نشر الحساب الرسمي لوزارة شؤون الإعلام على إنستغرام عدد من الفيديوهات كرسالة شكر للجنود المجهولين في شتى المجالات الإعلامية والأمنية والصحية والتعليمية، والذين يعملون خلف الكواليس لتوفير الرعاية والحماية للمواطنين والمقيمين. نتابع. لكم تلك الرسالة. حماية حدود الوطن وأمنه من كل ضرر كالصرح شيدتموه، بسواعدكم الوطنية المخلصة، فشكرا لكم ولعطائكم. حب الوطن صورة تجسدونها بهممكم العالية في كل مكان تكونون فيه، فشكرا لكم ولعطائكم. أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف، فشكرا لكم ولعطائكم، لأنكم جعلتم من خدمة الوطن والمواطن واجبا، واتخذتم من المصلحة العامة أول اهتماماتكم، فشكرا لكم ولعطائكم. أعلنت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عن تدشين خدمة التطبيب عن بعد بالمراكز الصحية عبر استشارات بتقنية الفيديو، وابتداء من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2020، وعلى المواطنين الراغبين في استخدام هذه الخدمة حجز موعد عن طريق مركز الاتصال على الرقم 83-801، وبتكون الخدمة متوفرة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، وذلك خلال الأسبوع الأول من الخدمة، ومن بعدها بيتم دراسة تغيير الموعد للاستشارات بعد المرحلة الأولى لتشمل الفترتين الصباحية والمسائية. في ظل الحجر المنزلي، يقضي أغلب هواة الألعاب وقتهم في تحميل الألعاب الإلكترونية، متغاضين عن صحتهم البدنية والذهنية اللي يمكن أن تتضرر بسبب ممارسة الألعاب. ولهذا السبب أطلق موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملة توعوية تحت عنوان دايماً ألعبها صح، تركز على أهمية الحفاظ على الصحة البدنية والذهنية لمجتمع الألعاب الإلكتروني، وتركز الحملة أيضاً على أهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي ومتوازن لدى هواة الألعاب. منذ أن بدأت سياسة العزل المنزلي مؤخراً في معظم الدول حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، استسلم البعض للملل، بينما البعض الآخر ابتكر طرق لكسر روتين العزل المنزلي، مثل الأستراليين اللي أطلقوا تحدي ارتداء الملابس التنكرية أثناء خروجهم من المنزل للتخلص من القمامة وانتم بكرامة. وبدأ الأستراليون في قبول التحدي، حيث ابتكروا أزياء عديدة طريفة ونشروها على مواقع التواصل كنوع من التخفيف أو كسر الروتين للعزل المنزلي، وتم تكوين صفحة على فيسبوك تحت عنوان الخروج لإلقاء القمامة أثناء العزل، وبشذي كانت الصور. نتابع. وفي بريطانيا ابتكر ساعة البريد لين والتون طريقة للتنفيس عن السكان الجالسين في بيوتهم التزاماً بإجراءات العزل العام المفروضة لمنع تفشي وباء كورونا في البلاد، ويسلم والتون الخطابات والطرود وهو يرتدي في كل مرة ملابس غريبة، فيبدو مرة في هيئة مصارع أو أميرة أو حتى شخصية بيكاتشو الشهيرة، وذلك لتخفيف آثار العزلة عن السكان المحجورين في بيوتهم. وقال والتون: لم أعد أتحمل روح التشاؤم وغياب الابتسامة عن وجوه الناس، لهذا أردت أن أغير ذلك عبر ارتداء الملابس التنكرية في العمل. وأضاف والتون: بات الناس والأطفال ينتظرونني الآن ويصفقون ويهللون ويكتبون لافتات من أجلي.
نشر نادي ليفربول الإنجليزي على حسابه في تويتر مقطع فيديو من حصة تدريبية للاعبيه عن بعد، وهم يؤدون بعض الحركات خلال وجودهم في منازلهم بسبب العزل الصحي الذي فرض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، واشتمل التسجيل المصور على مواقف طريفة تبادلها اللاعبون عن بعد. نتابع. وبكذي وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضونها في البيت مع أهلكم وأحبابكم. ألقاكم على خير.